الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلام الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اداب السفر، قال: باب ما يدعو به اذا خاف ناسا او غيرهم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أداب السفر، قال: باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه السفر، ولعل هذا أن المصنف رحمه الله تعالى رأى أن السفر يخاف فيه ما لا يخاف في الحضر. وأيضا قد يستفاد من الحديث في قوله في حديث أبي موسى الأشعري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، وهذا في الغالب يكون في السفر، فحمل المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى على هذا الباب. وإلا فإن هذا الحديث عام، إذا خاف قوما سواء كان في سفر أو كان في حضر فإنه يقول مثل هذا الدعاء، يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وفي هذا الحديث كمال التوحيد وكمال الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما بلغ من قوة وعتاد فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا أو يجذب لنفسه نفعا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإذا خاف قوما فإنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور، وهو القوي سبحانه الغالب الذي لا يغلب جل في علاه. فتستغيث بربك سبحانه وتعالى وتدعوه وتقول هذا الدعاء العظيم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن قال هذا مستيقنا بربه سبحانه وتعالى متوكلا عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعيده شر الأشرار وكيد الفجار. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا نزل منزلا. وهذا الباب عام في السفر وغير السفر، ولكن المصنف رحمه الله تعالى قد يذكر الأحاديث من باب الغالب أنها تقع في السفر فيذكرها رحمه الله تعالى. هنا قال: باب ما يقول إذا نزل منزلا، سواء كان هذا المنزل في السفر، كان في الحضر، كان في بيتك، في غير بيتك، في أي مكان، إذا نزلت منزلا فقل هذا الذكر الذي سيذكره في هذا الحديث. قال: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وهذا عام في كل منزل، في كل منزل تنزله فإنك تقول هذا الذكر العظيم المبارك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهنا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضره، يعني قد يصيبه ولكن لا، قد يصيبه ولكن قد لا، قد يصيبه ولكن لا يضره. وفرق بين الإصابة والضرر، فقد يتعرض الإنسان إلى لدغة لكن هذه اللدغة لا تضره، يتعرض لها ولا تضره، ولكن إذا ضرته كان هذا الأمر المخوف منه. ولذلك أمرنا بأن نقول هذا الذكر المبارك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك ذلك. فهذا الذكر ذكر مبارك وذكر عظيم، على المسلم أن يحافظ عليه إذا نزل منزلا. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الصباح والمساء التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها لأن فيها خير عظيم، ومنها ما يقال مثل هذا الدعاء وغيره من الأدعية التي فيها الحفظ و
الكفاية من الله سبحانه وتعالى. وهنا من الفوائد في هذا الحديث، استدل أهل العلم على أن كلام الله غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته، لأن الكلام الله لو كان مخلوقا ما جاز الاستعاذ به، ولكن لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى جازت الاستعاذة. هنا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كانت مخلوقة ما جاز أن يقال هذا. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بك من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. قال النووي رحمه الله تعالى: والأسود الشخص، الأسود الشخص. وقال الخطابي رضي الله رحمه الله: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيها بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين. والصحيح في هذا العموم، النبي صلى الله عليه وسلم استعادة عامة، ووالد وما ولد، استعادة من الجميع، من كل شر ذي شر. وهذا من الأدعية التي تقال في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك التخصيص، قال: كان إذا سافر فأقبل الليل. فأولا إذا سافر، والأمر الثاني إذا أقبل الليل، قال مثل هذا الدعاء. والأدعية في الحفظ والكفاية من الله عز وجل كثيرة، منها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهذا دعاء عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله 3 مرات في كل صباح وفي كل مساء. فينبغي المحافظة على مثل هذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار السفر والنزول في الأماكن، لأن فيها الحفظ والكفاية. وما يذكر في هذا الباب ما ذكره القرطبي صاحب شرح الصحيح، ذكر عن غيره أنه لدغته عقرب، أنه لدغته عقرب في ليلة، فرأى في يومه ماذا فعل ولم يفعل، فتذكر أنه لم يقل هذا الدعاء. فلما لم يقل هذا الدعاء وهذا الذكر أصابته العقرب. فلذلك ينبغي على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار عناية عظيمة. صلى الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير، جنبنا كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.